شحال لكم في القناه ديالي. معكم ايمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو اخر. هاد النهار البنات غادي نشارك معكم الحوايج اللي درت من بعد ما رجعت طبيعه الحال. كاع البنات اللي ساكنين في الغربه راكم عارفين، مع كنرجعوا تقديه ونخوي والبالز المهم البالز خويت فيهم النص، باقي ليا واحد النص يمكن حوايجي وحوايج رميسه وشويه ديال الحوايج نسيم، هما اللي باقي خصني نرجع. والحمد لله عند ماما صبنت بزاف ديال الحوايج، خليت غير شويه ديال الحوايج اللي خصهم صابون، هما اللي عندي خصني نصبن، ولكن ما نصبنش دابا حتى لغدا ان شاء الله. عاد ديك الساعه غادي نصبن، كنحاول نفرق عليا الشغل باش ما نعياش، مع انني باقي جايبه داك الريتم ديال المغرب، باقي فيا العيا، باقي مسخسخه، فكنحاول على راسي شويه بشويه. اليوم قلت غادي نخرج نتغدى، ويلا رجعت نجمع داكشي اللي خاصني نجمع. بالنسبه للسيدات اللي قالوا لي شاركي معنا شنو جبتي من المغرب، ان شاء الله غنشاركوا معكم في الفيديو، واخا ما جبتش بزاف ولكن قلت غادي نشاركوا معكم. المهم هادشي اللي عندي هاد النهار، هاد التحسبات اللي درنا، نشوفوا المهم نشوفوا النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز. بالنسبه لجميع السيدات اللي سولوا فيا، قبولاتي الحاره لكم، الله يخطيكم، شكرا بزاف. والاغلب ديال البنات عارفيني فاش كنمشي للعطله كنغبر على يوتيوب، حاجه عاديه راكم عارفيني. دابا راه تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين نتوما معايا، عارفيني فاش كنمشي للعطله كتكون عندي العطله ديال بصح كندير عطله من يوتيوب من كل شيء. ما عليناش، دوزت عطله زوينه وانا رجعت عاوتاني مع انرجي جديده، وان شاء الله نكملوا عاوتاني فيديوهات مع الحماس والنشاط. نخليكم هاد الساعه ويلا بينا الفيديو. انا البنات حطيت النص، باقي نكمل معكم النص الاخر. خديت هاد العيبه هادي كتمسحي بها الغبره، فيها 10 ديال هاد العيبات، المهم كلهم العيبات. خديت هنايا ورق ديال المطبخ، خديت زبيب، خديت هاد بيمو هذا كاع شفنا نعطيه رميسه الصباح لانها ما كتبغيش تفطر حتى شي حاجه، فكنقول اللهم هذا ولا والو. فيه القمح وشويه الحبيبات ديال الشوكولات. خديت ورق الزبده كان خاصني، خديت السكر ديال الفاني، خديت هنايا هاد بانكيك امريكان ستايل، دايرين فيه هاد اللعيبه ديال اكس اكس ال، فيه 8 ديال الحبات كيجي زوينين في الفطور. خديت هنايا الشوفان، خديت منه جوج لان كندير لهم بزاف بانكيك ديال الشوفان، هو هذيك الطريقه باش كياكلوا ليا الشوفان. خديت هنايا الحليب، الحليب خديت فيه بزاف على حسب، غادي نبدل نسيم بالحليب عادي. هنايا بديت بهاد كراكرز، هادو كيعجبوا رميسه حتى هما، وحتى انا الصراحه كيعجبني ناكلهم هكا في كسناك. خديت لنسيم هاد البسكوي هذا، هنايا كنت كندور في البرتاين و المهم لقيت هادو، لقيت هذا فيه التفاح والنقاص، وهذا فيه التفاح والبنان، وهذايا فيه الفريز والتفاح. غادي نبقى نعطي منهم النسيم، وحتى الرميسه بعد الخطرات ما كيكونش عندي الديسير ولا شي حاجه كنعطيهم ليها تديو معاها مدرسه. خديت هاد كاتياب، خديت غير حجم صغير لان اخر مره خديت يمكن اطرو شد ليا مده طويله، المهم خديت هاد الخطره غير واحد حجم صغير. خديت الخبز واحد ديالهم وهذا ديالي انا كيعجبني بزاف البراون. خديت هنايا كوفيتير عشاء كوفيتير ديال الفريز، خديت ريد بول صراحه ماشي ليا. خديت هنايا بنداكاس، هنايا خديت باستا، خديت هاد الجوج، هنايا خديت تورتيلا، خديت ايس تي، خديت هذا فيه هاد الورده هادي مع الخوخ، وخديت هذا مع الفرومبواز والنعناع، وخديت هذا حتى هو مع هاد الورده والمونغ. هادشي اللي خديت ايس تي. هنايا ندوز معكم، خديت هذا الفرماج هذا كيعجبني بزاف في الساندويتش اولا حتى في مع الباستا. خديت بلاتي ندير ليه هكا، خديت الزبده، خديت هنايا الفرماج ديال الكغاتان اولا كديريه شويه فوق من الباستا. خديت هاد بوفرتشيس هكا حتى هما خاص الصباح كيعجبني نفطر بيهم. هنايا خديت معايا الطون، خديت واحد ب زيت واحد بلاش. هنايا خديت هاد مطيشه، هاد لاصوص ديال مطيشه كتعجبني بزاف، فيها التومه والبصله.
خديت هنا هاد لاصوص، هادي ديال بامي، خديت هادي ديال هادي البنات بنينة، هاد الروز هذا ديال هاواي مع الدجاج فن، عرفتي جربتو هادي تاني مرة غادي ناخدو. خديت هنايا ديال نازي حتى هي، وهنايا خديت هاد الباكية كبيرة ديال فيها جوج حبات ديال مكرونة ولا سباغيتي. خديت هاد الفرماج هذا اللي ديما كنشارك معكم فيه الأعشاب، كيجي في لاصالاد زوين. هنايا خديت رميسة هاد آيس كريم قال لك ديال الفواكه، مهم خديت ليها واحد. خديت هاد السير وهذا ديال البندق، ممكن بندق، وخديت هذا ديال الكراميل. خديت الزبده باش كنطيب، انا بزاف كنطيب بالزبده حتى الا تسالات الزيت ماشي مشكل، كان بزاف كنطيب بالزبده. خديت هنايا المايس حجم صغير، خديت العصير، خديت غير هذا، وحتى اللي لقيت ما عرفتش علاش لقيت هنايا اش يقول لي يوغورت ولا الحليب، المهم درينك يوغورت. خديت هذا فيه البيش مع الفريز، وهذا فيه المونغ مع هاد الفروي هذا العجيب. ندوز معكم لهنايا، نحيد هذا. هنايا خديت هاد لاصوص هادي ديال البيض، كتجيني بنينه في الخبز. خديت هنايا تشيكن نوغيتس للدراري، خديت هذا راه مكتوبه فيه حلال. وخديت هنايا هاد فريكنديل حتى هي مكتوبه فيها حلال، هادي بعد الخطرات كيعجبنا ناكلوهم. خديت هاد الفريت البنات غزال، جربوه ردوا عليا، كيجي بنين كيجي غليظ، ماشي داك الفريت الرقيق. انا هذا اللي كيعجبني، الفريت الرقيق كيعجبني فقط ديال ماكرون. خديت هنايا بروكولي، وخديت هنايا حتى هادو ديال الحوت، كنديرهم رميسه حتى هي كيعجبوها. المهم غادي نجمع هاد الروينه هادي وندوز معكم للقضيه الثانيه. نشارك معكم الخضره ديالي، خديت هذا يا المنون يا المهايا، مهم ما تردوش ليا البال، هادي في الاورانج وهادي في الاخضر في الداخل. بغيت صراحه نجربهم نسيم، هادي كلاها في المغرب، هاد الاورانج ما كلاهاش فقلت نجربها لنسيم. خديت هنايا لافوكا، خديت واحد الدنجال لان صراحه بوحدي اللي كناكل الدنجال. خديت البصله الحمراء، خديت هنايا اكناري وحده في المغرب ولات كتسوى 4 دراهم، طلع ليه الشان حتى هو كنا كنشريو ب 4 دراهم، تولينا كنشريو ب 4 دراهم. خديت بابريكا هكا منوعه فيها الخضر والصفر والحمر. خديت هاد اللعيبه هادي ما عرفتش سميتها. خديت هنايا الطوماط صغيورين، هادو كيجيو زوينين مع البيض اولا في سميتها اولا في لي سالاد. خديت هنايا التوت الازرق، خديت البطاطا عاديه بيضاء، خديت هنايا البنان، خديت غوكولا، الكيوي، خديت هادي كتجي زوينه البنات في الفران، هاد البطاطا هكا حمراء. خديت القرعه، خديت خيزو كما كيبان لكم، خديت الخيار هنايا، خديت السلطات هكا مقطع الخس مقطع. هنايا خديت البصله، خديت هنايا البصله هكا، وهنايا خديت هاد الخضره هادي. بعد الخضرات ما كيكون فيها اللي يقطع الخضره، كان المهم كتكون عندي خضره بحال هكا واجده نديرها لهم في الماكله. خديت العنب لان رميسه ونسيم ولاو تيتقاتلوا ليا على العنب. صافي هادشي اللي خديت هنايا، المهم غنمشي نستفهم نعاود نرجع معكم. غادي نشارك معكم الحوايج اللي خديت من كراوت فات والحوايج اللي خديت من فيبغا. نجي معكم اول حاجه، خديت هاد نضو كيس ديال الطواليت، كانوا نورمال كيديروا غير 4 الاورو، فيهم 4 الحبات، دابا ولاو كيديروا اورو 4 الاورو 49 سنت، كلشي زادوا فيه. هادو ديال المايس كنعطيهم للناسي، واخا كتاخذو حتى رميسه، فيهم غير المايس، زوينين وما فيهمش سكر، هكا كنعطيهم ليه بين يعني بين الوجبات باش يقزقز بهم الا ضروا الشوع، يقزقز بهم زوينه. هادي خديت هاد اللعيبات، هادو البنات كيديروا الريحه غزاله في الطواليت،
لقيتهم دايرين ثلاثة ب ثلاثة الأورو، يعني كل واحدة بأورو. خديت هاد العصير لقيت كل جوج بجوج الأورو، ويمكن 49 هكاك. خديت هذا ديال الفريز، خديت هذا ديال التفاح، وخديت هذا لالا رميسة قالت لك تيعجبها تروبيكال. مهم خديت منه، حتى هو خديت منه جوج. وهنايا ندوز معكم فيبرا. فيبرا خديت عندهم هاد اللعيبه هادي، قالت لك كينقي اي حاجه. المهم الثمن ديالهم ها هو كما غايبان لكم، داير 3 ديال الاورو. خديت هادي سكراب دادي، لقيتو عندهم يلاه جابوهم وطرت خديتهم. هادي والله ما عقلت بشحال الثمن ديالها. خديت هادي كدادي، وخديت حتى هادي مامي سكراب اللي كتجي شويه حرشه. المهم نجربهم ونقول لكم، شفت بزاف الناس كيهضروا عليهم كيقولوا زوينين. الا كتفرجوا فواحد البنت كتلبس ديما بينك وكدير كني كتنقي كتسيق الناس فابور، الناس اللي عندهم ديبرسيون ولا اللي عندهم مشاكل هكا كتسيق لهم ديورهم فابور. ديما كتغسل بهادو، كنشوف كيخرج يعني الحوايج نقيين، فقلت نجربهم. هاد الخطره هادي خديت هذا اللي هذا شتي يقول ليه ديك الباودر اللي كديري في اوكسي اللي كديري في الحوايج. خديت عندهم هما هذه، لقيتها بخمسة اورو، ما عرفتش شحال فيها كيلو. كنستعملها دائما في الحوايج ديال الملونين اولا الحوايج بيضين. وخديت هاد الباستا هادي اللي عقلتو عليها اللي كنغسل بها، عجبتني بزاف البنات، كتنقي بزاف. كنستعملها حتى للطواليت حتى للدوش كتنقي مزيان. بالنسبه للثمن ديالها 4 اورو. ولقيتهم عندهم ان بيدين دايرين هذا ديتول واحد باورو، خديت عندهم هذا مهم، هذا فريش وهذا ديال الحامض. بلاتي هنا ما عطاش عندي هادي ديال كروسفات. هنايا نقلب على ديال فيبرا ونخلي لكم الثمن ديال هادوك. هادو خليكم الثمن ديال هادو في الفيديو. هنا البنات اللي سولوني اشنو جبت معايا من المغرب، جبت معايا الحنه كما كتبان لكم وهذا الشيء فقط اللي جبت معايا من المغرب. اي بالك هنا واحد البخوش كيدور، شفتوه؟ ما عليناش، قلت لكم هذا الشيء فقط اللي جبت معايا من المغرب. ما عرفتش هذا العام ما كانش عقلي نهائيا في التقديه ولا في السوق ولا نشري حتى شي حاجه. عقل ديالي كان غير نشبع من العائله، يعني نحاول ندوز وقت اكثر مع العائله. ما عليناش، نبدا معكم. اول حاجه خديت هاد الجلابه هذه الرميسه، خديتها لها من سوق الحد عند واحد الخياط كيكون موجدهم ديال الدراري الصغار، وصراحه ما تيكونش مبينهم، كيكون شويه مخبيهم. انا غير ماما اللي كتعرفوا، وخديت من عنده هاد الجلابه هادي في هاد اللون الرميسه. هنايا خديت هاد القشابات هادو، صراحه خديتهم عند واحد السيد كيدور غير هكا في جامع الفنا في مراكش. نورمالمون بزاف كيطلبوا كيقول لك لا راه الا صبنتيهم ما غاديش يطلعوا، والله حتى تشوفيه هكا المهم بلا 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 فاش كتصبنيهم كيطلعوا. هو الصراحه حلف وما حلفش بالكذوب، فعلا صبنتهم ماشي مره ماشي جوج، وما شربش التوب يعني ما قصروش، بقاو كيما هما يعني كيما مفصلهم. وقالها ليا، قال لي ودي راه انا ماشي بحال هادوك، انا راه كنشري التوب وكنفصلو يعني وكنخيط عليه هادشي بيديا. ما عليناش، خديت جوج هكا للصيف، كيعجبوني بزاف نلبسهم في الصيف. هنايا ماما الله يخلف عليها شرات ليا واحد الجلابه، دارتها ليا كادو، دارت لي هاد العام دارت ليا الزرق. هنايا خديت هاد الشكاره ديال الرميسه، الرميسه المدرسه، كاليتي ديالها زوينه البنات، وحتى الثمن ديالها هي والقرعه بجوجهم شريتهم ب 150 درهم، يعني 15 اورو بالنسبه لهاد الكاليتي زوينه. وخديتهم في واحد المكتبه، خديت لها هذه هي القرعه اللي خديت معها بطبيعه الحال اونيكور. رميسه كتحماق عليه وفرحانه وكتسنى غير امتى تبدا المدرسة باش تدخل باش تديهم معاها. نعم انا سي محبيبه، نعم واخا مامي. انا عاودت رجعت معكم. انا كما كتشوفوا خديت تقريبا نص كيلو ديال العسل، العسل حره. ما بغيتش نكثر فيها لان الصراحه بزاف البنات خلعوني، قال لك ما كيقبلوش الزيت، ما كيقبلوش ما كيقبلوش، وخفت لي ما نكذبش عليكم لا يرزيوني فيها، فديت معايا غير نص كيلو. هنايا جبت معايا الرابعه ديال هذا العسل ديال الدغموس، زوين بزاف يعني للامراض كما غايبان لكم.
المهم بزاف ديال الحوايج زعما اللي فيهم، ولكن انا الاغلبيه كنستعملو هكا الا ضروني حلاقمي ولا قرجوطي، هي فاش كنستعمل هاد العسل ديال الطغموس. هنايا خديت تقريبا نص كيلو ديال كعب غزال، هنايا خديت الحلوه كما غيبان لكم خديت فيها الرابعه الفقاس اللي خديت فيه يمكن نص كيلو، يمكن حيت ما عقلت والله ما عقلت. هنايا خديت زيت ارغان خديت فيها غير السترون اللي خديت، لان كما قلت لكم خلعوني واصلا ما تنستعملهاش بزاف، كنستعملها فقط في السكسو اولا بحال هكا الا جات عندي عكوزتي كنعطيها لها الا بغات تاكلها. هنايا خديت كنور ديال السمن، صراحه ما تيعجبنيش السمن بزاف وما كتعجبنيش ريحته، فقط كندير شويه هكا الرابعه ديال هاد كنور في الحريره اولا في السكسو كيعطي مذاق زوين. هنايا خديت هاد ديال الزعفران مكعبات كيعطيو واحد المذاق في شكل في الدجاج، هما اللي خديت حتى هما كما يبان لكم ما خديتش منهم بزاف لان ما كنستعملهمش بزاف. هنايا خديت هاد الكويسات هادو عجبوني بزاف فيهم هاد الريشه، وخديت هنايا البراد حتى هو في الصفر، هاد البراد هذا راه عندي واحد في النقري ودابا خديت هذا في الصفر، كيعجبني هاد الشكل ديالهم كيجيو بحال ديال المصباح على قدين ولكن كيبانو شيك في الطبله. خديت هنايا هاد الزا ديال زهره البرتقال كتجي زوينه، قالت لي ماما كتجي زوينه في الكيكه. ندوز معكم هنايا خديت الشيلان، حتى الشيلان صراحه ما خديتش منهم بزاف، خديت هاد الزيف باش نلبسو مع الجلابه، وخديت واحد بيض وواحد زرق وواحد كحل، فقط هذا الشيء اللي خديت. هنايا هذا المهم مجموع كما غايبان لكم، هذا غير فليو. هنايا كما عارفين في هولندا عندنا النعناع ولكن ما عندناش النعناع ديال فليو، فكديري شويه معاه في اتاي كيعطيك ديك المذاق ديال بحال النعناع بفليو. المهم الناس اللي مولفين كيشربوا اتاي بنعناع راه غيفهموني علاش كنهضر. خديت هنايا التيشيرت ديال المغرب، رميسه راه لابسه، خديت هذا النسيم، خديت هذا النسيم، خديت هذا ليا، وخديت واحد اخر رميسه، وخديت حتى البنات اختي. هنايا خديت هاد الكبسات هادو صغيورين، خديت هذا فيه الحبه السوداء، هذا قال لي يمكن هاد الفرماج ولا بابريكا، ما خفت نكذب ولا يمكن الفرماج ما عقلتش 100%. هذا خديته بالزنجلان، وهدايا بالزيتون، وهنايا خديت الشباكيه. بالنسبه للشباكيه البنات راه كنجيبها معايا هكا وكتجلس عندي في الكونجيلاتور، ما كيوقع لها حتى شي حاجه قبل من بحال دابا الله غد لي غادي يكون رمضان كنجبدها، كتفك كتكون كيما هكا كيما حطيتها كيما درت لها، ما كنزيد عليها حتى شي حاجه البنات، هكا كيما جبتها كنحطها في الكونجيلاتور وكتبقى نفس الشيء. الحلوه فقط الحلوه ديروا ليها داك ورق الطبخ هو اللي تستعملوا له، ولا ورق الزبده هو اللي تفرشوا بيناتهم بالضبط، هذا الصابلي اللي كيكون فيه الشوكولات باش كتمص ديك الدهون اولا ديك الزيوت اللي كيخرج منها، كيمصوا داك ورق الزبده. هذاك الشيء اللي كندير بحال هكا في الباكيه حتى هو نفس الشيء، وكنديرو في الكونجيلاتور وقت ما حتى جيتو كنجبدوا ليله قبل وكيكون بحال يلاه صيبتي. بالنسبه للعطريه كان داك العام راجل صاحب راجلي كان مشى للمغرب وجاب ليا جاب لنا حقنا من العطريه، فكاينه عندي في الكونجيلاتور حتى هي نفس الشيء. كنقولها للبنات جيبوا معكم العطريه اللي بغيتوا ديروا، يعني هزوا من هذاك الشيء اللي احتاجيتو اللي ما احتاجيتوش رجعوه للكونجيلاتور، راه كيبقى جديد كما هو ما عمرك تخافي عليه. المهم هذا الشيء اللي شريت، غادي نمشي كل حاجه نفرقها ونعاود نرجع معكم من بعد. هنا فين كنت حبس التصوير داك النهار لحقاش جاو عندي جيراني جابوا لي الكادو العيس النسيم ديال عام جارتي اللي ديما كنشكر فيها، وصافي بقي المهم بقينا مجمعين وبقينا كنهضروا فما بقاش عندي الوقت، وبقيت غير كنجري من موراها فما صورت حتى شي حاجه. سمحوا لي بزاف البنات وبسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي عليكم.